لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. نموت نموت ويحيى الوطن. دموع نبيل معلول ستشحن كل التوانسة ودموع تبكينا الكل، لكن صبرا جميلا يا نبيل. اليوم بإذن الله يجيبوها رجال، بإذن الله مع معلول تجي أجمل الحلول. نموت نموت ويحيى الوطن. الله عليك يا تونس، الله عليك يا تونس. نمر إلى استعراض تشكيلتي المنتخبين. البداية بالمنتخب التونسي، حراس المرمى فاروق بن مصفى، يمين الدفاع ديلان براون، على اليسار علي معلول، وسط الدفاع سيام بن يوسف وياسين مريح، ثلاثي وسط الميدان فرجاني ساسي الياس الصغيري وسيف الدين الخاوي، ثلاثي الهجوم فخر الدين بن يوسف وهبي الخزري وانيس البدري. التوانسة الكل في هذا المشوار، كيفن دي بروين اللي حاول التوزيع وفاروق بن مصفى، الحكم الامريكي لاول مره ونفاروق، والدفاع رتبالت التصويب والحارس فاروق. مشكلتي من الدفاع في التمويل، خطيره الكره ويتنازار او سيام بن يوسف. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول؟ الكره برا، الكره برا 18. يا ربي يا علي، والهدف الاول لبلجيكا. ايتنازار سبع دقائق لعب يفتتح التسجيل للمنتخب البلجيكي، يلعب في فريق تيانجين الصيني. 91 مباراة دولية. لوكاكو يوزع، تنزل لاعب نابولي اللي يوزع التصدي الدفاعي، يعدي الخزري والحكم ماذا يقول؟ يقول العب. حكم امريكي يلعب مع البلجيكي والامريكي، انا ما فهمتش والله. فاروق بن مصر حاول المرور، يعطي كرة خطيرة، كرة سريعة عكس البتزال اللي راح فيها منذ البداية رومانو لوكاكو. لوكاكو والهدف الثاني، هذا هو علي معلول يهدي الهدية للتونسي. الأولاد جابوها، جابوها الأولاد. تونس العزيزة، تونس الرائعة، انهار على بلجيكا. يا ويلها من تونس ورجالها، يا تونس يا متعدي. وين البدري؟ وين فيريل دي ليساوم؟ والكرة خارج الميدان. لاعبي الدفاع في المنتخب البلجيكي، فنيات سيف القناش. هكا حرام عليك لوكاكو. فاروق وحده 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 وحده. علول وياسين بن يوسف، هذه كرة لدراي مارتانز. بن يوسف شنو هذايا؟ علاش هكا؟ علاش؟ لا لا لا، اتحرك يا نبيل، اتحرك. الخاوي الخاوي وشكون؟ فرجاني رجع وهبي الخزري، رائعة صاروخية لوهبي الخزري. وتوماس مونيير